السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتي كوكين ويد ميمي يو اس. هاد المره غنوريكم كيفاش ديروا واحد لي تشورو اللي كيجيو زوينين ولداد بزاف بزاف وكيبغيوهم الكبار والصغار. ولكن قبل ما ندوزو لهاد الوصفه هذه اللي غنشارك معكم اليوم، بغيت نقول لكم انه عندي لكم واحد المفاجاه زوينه زوينه بزاف، وان شاء الله غتنال الاعجاب ديالكم. هاد المفاجاه هذه هي مسابقه ما بين قنوات مبتدئه على اليوتيوب، محتاجه للدعم ديالكم وتشجيعاتكم. في الحقيقة هاد القنوات هادو رائعة ويستاهلوا التشجيع ويستاهلوا الدعم. ما عليكم غير تزوروا قنواتهم وتشتركوا فيهم وتتعرفوا عليهم، وان شاء الله غتكونوا من الفائزين بمبالغ ديال 50 و 100 دولار. وللمزيد من المعلومات والتفاصيل اكثر دقة على قوانين وطريقة المشاركة والسحب، غنخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. غتدخلوا للرابط في صندوق الوصف، هذا الفيديو غيكون هو الرابط اللي خاصكم تخليوا فيه التعليق ديالكم بأريد المشاركة، غتكتبوا فيه أريد المشاركة باش منين نديروا السحب الاسم ديالكم غيخرج في الفيديو ديال المسابقة ماشي في الفيديو ديالي. وهنايا غادي نوريكم كيفاش ديروا باش تشاركوا مع القنوات. غتمشيو لاشين ديالي، غترجعوا فين كاينه شانلز او لا شانيل، غتكليكو عليها وغادي يطلعوا لكم 14 القناة اللي مشاركة معنا. هنا كتكليكيو على قناة بقناة، انا غادي نوريكم غير مثال هنايا، ولكن بالنسبة لكم غادي تكليكيو، يعني غديروا نفس الطريقة القنوات كاملة. كتكليكيو على القناة وكتمشيو لاخر فيديو في القناة وكتفرجوا فيها لمدة 3 ديال دقائق على الاقل، وكتعملوا لايك وتعملوا واحد الكومونتير اللي غادي تخليو اللي تكون عنده علاقة بلا فيديو اللي غتفرجوا فيها لمدة 3 ديال الدقائق. وكديروا من طبيعة الحال سبسكرايب او الاشتراك وكتفعلوا الجرس. وباش نسهل عليكم مرة اخرى، ما تنساوش تمشيو لصندوق الوصف وتكليكيو على الرابط اللي فيه جميع المعلومات والتفاصيل على هذه المسابقة هذه اللي غادي تكون في القناة ديال سومياز ريسيبيز. كنتمنى لكم حظ موفق وسعيد للجميع. وكنرجعوا، سمحوا لي طولت عليكم، كنرجعوا للتشوروز ديالنا باش نشوفوا كيفاش غادي نصايبوهم وكيفاش غادي نوجدوهم. هاد لي تشوروز هادو كما قلت لكم كيجيو رائعين بزاف بزاف ومقرمشين. انا كنقدمهم عاد لاصوص دكاناش كما كتشوفوا، حتى هي غنصوب معكم اليوم الوصفه ديالهم. كيجيو لذاد بزاف بزاف، وخلاص ديك لاصوص كتزيدهم اللذه. خليونا نشوفوا شنو غادي نحتاجوا المقادير باش ما نزيدش نطول في الفيديو، ونبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير والكمية اللي راكم شفتوها في بداية الفيديو، غادي نحتاجو 300 مليلتر ديال الماء المبارد، 60 غرام ديال السنيدة او السكر الخشن، ودرت معاه واحد ساشية ديال الفانيلا او معلقة صغيرة ديال لافاني، 80 غرام ديال الزبدة، 200 غرام ديال الدقيق، 4 البيضات وقبسة ديال الملح. وبالنسبة لصوص غاناش وبيان لصوص الشوكولا، عندي 120 مليلتر ديال الكريمة السائلة أو الكريم فخيش، وعندي 180 غرام ديال الشوكولا. كناخد واحد الكاسرونة وكنخويو فيها الماء ديالنا، وكنشعلو عليها النار، كنزيدو عليها الزبدة وكنحركوها واحد شي شويه باش كدوب لينا ديك الزبيده ديالنا. وهنا كنزيد السنيده او السكر الخشن، وبواحد الفوي كما كتشوفوا كنحرك واحد التحريكه خفيفه. وفي هذه المرحله هذه كنطفي العافيه او النار على الخليط ديالي. من بعد كنزيد الدقيق كما كتشوفوا، كنحرك واحد شي شويه، وكنجيب ناخذ كنحيد الفوي وكنجيب واحد السباتولا ولا واحد لاسباتول
وبها باش كنبدا نحرك من التحت للفوق، وكنحرك مزيان حتى كتنسجم ليا العناصر كامله وكيبرد عندي شي شويه الخليط. هنا الخليط كما كتشوفوا ها هو خلطته مزيان، ها هو الشكل ديالو. وهاد المرحله مهمه بزاف انكم تخليوه يبرد، ضروري تخليو الخليط يبرد كومبليتمون، لانه غادي نبداو نزيدو عليه البيض. هنايا كما كتشوفوا زدت البيضه الاولى وكنحرك، ضروري الخليط كما قلت لكم يبرد باش البيض ديالي ما كيطيبش، باش كندخلو في داك الخليط وما كيطيب ليش. المهم ضروري يكون بارد. هنا كما كتشوفوا كنزيد البيضه ديالي، ودائما مع التحريك كندير بيضه بيضه. كما شفتوا درت البيضه الاولى، حركت شي شويه، زدت البيضه الثانيه، غنعاود نحرك. هاد المرحله هذه هي شي شويه كتبغي الجهد، انه فيها بزاف ديال التحرك. هنا كنزيد البيضه الثالثه كما كتشوفوا وكنعاود نحرك. هنا راه غادي تخدموا، اللي كيبغي يخدم الدراع مزيان غادي يخدموا في هاد المرحله هذه، انه كتبغي شويه ديال القوه وشويه ديال الصبر وشويه ديال المجهود. وهنا كما كتشوفوا انا زدت البيضه الرابعه والاخيره، وغادي نعاود نرجع نحرك مزيان وباش كنحصل على هاد القوام هذا. كما كتشوفوا في لا فيديو كنحصل على هاد لاباط هادي اللي كتكون شي شويه خفيفه. هنا كناخذ واحد لابوشادوي كما كتشوفوا، اولا الجيب الحلواني كما كتشوفوا، وكناخذ واحد الكاس اللي كيكون شي شويه غارق، كنحط فيه لابوشادوي ديالي وكنبدا نعمرو بلاباط كما كتشوفوا. هنايا هاد لابوش هادي عندي شويه ما كبيرهش بزاف، موين، فانا بالنسبه ليا راه غادي تاخذ ليا غتاخذ ليا لاباط ديالي كامله. يعني بهاد العمليه هادي كتكون بسيطه بالنسبه للناس اللي ما كيقدروش على الشده ديال لابوش هادوي. هنايا غادي ناخذ البابيي سولفوريزي ولا الورق ديال الطهي كما كتشوفوا. انا هنايا دهنته بشي شويه ديال الزيت، اوكي، ولا الا عندكم سبراي، وكنبدا نخرج كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه، كنخرجهم اطوال. وهنايا كندير هاد التشكيلات هادو مدورين، بغيت غنوريكم غير البعض منهم، وغادي ندوزو للمرحله اللي من بعد. هنا غادي نوريكم جوج ديال الطرق باش تقدروا تقليو. كاينه هاد الطريقه هادي اللي كندير دابا، كنستعمل فيها البابي سولفوريزي ولا البارشمنت بيبر، اوكي. وكاينه الطريقه الثانيه اللي غادي نوريها لكم من بعد هذه ان شاء الله، بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يستعملوا البارشمنت بيبر ولا البابي سولفوريزي، اولا اللي ما عندهمش. هنا كنسخن الزيت ديالي كما كتشوفوا، كنستعمل زيت عاديه، وكنبدا نحط من بعد ما كتسخن كنبدا نحط لاباط ديالي اللي خرجتها بلابوش ادوي، وكان نقليهم. هاد العمليه سهله بزاف وزوينه، وكتحافظ لينا حتى على الشكل ديال هاد التشورز هادو. كذلك يمكن لكم سواء استعملتوا البابي سولفوريزي ولا بابي الومنيوم ولا الفيلم اليمونتير، ممكن ديرهم في الفريزر حتى يجمدوا مزيان مزيان ويشدوا راسهم واحد تقريبا ساعه، وتجبدوهم وتهزوهم غير بيديكم وتبداو تقليوهم، يعني بلا ما ديروا هاد الطريقه هذه اللي انا كنحطهم بالبابي سولفوريزي. المهم يكونوا شادين راسهم مزيان مزيان عاد تبداو تقليو. كما كتشوفوا هنايا كنبدا كنحيد هذوك البارشمنت بيبر ولا البابي سولفوريزي بواحد الطونغ ولا واحد الملقط ولا واحد البنس. ولا غيزون علاش كنديرهم في البارشمنت بيبر، حيت كيبقاو لي مقادين، كيحافظوا على الشكل ديالهم وكيجيو زوينين حتى في المنظر. هنا كنرجع كنقلبهم كما كتشوفوا، كنبقى كنقلبهم في ديك الزويته حتى
حتى كيتحمروا مزيان وكيطيبوا لي من الداخل. بالنسبه للعافيه خصها ما تكونش مجهده والزيت ما تكونش سخونه بزاف بزاف، يعني بحال غادي نقليو الشباكيه ولا البريوات ولا لي سيغار باش ما كيتحرقوا ليناش. الا كانت الزيت سخونه بزاف كيتحرقوا، ماشي كيتحرقوا، كيتحمروا من برا دغيا وما كيطيبوش لينا من الداخل. فلازم الزيت تكون موين في السخونيه، ما تكونش سخونه بزاف. وهنا غنوريكم هذه الطريقه هذه اللي حتى هي سهله، ولكن لازم تكونوا على بال من الزيت وتردوا بالكم فاش كتكونوا كديروا هذه العمليه هذه. نفس لاباط راها باقا في لابوش ادوي، خليت واحد شويه باش نوريها لكم. كنبدا كنخرجها وكنقطع بواحد الموس كما كتشوفوا، يعني بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يستعملوا البارشمنت بيبر ولا البابي سلفيغيزي ولا الورق ديال الطهي ممكن يديروا هذه الطريقه هذه. وها هما لي تشورو ديالنا، ها هما وجدوا كما كتشوفوا محمرين، اللوين ديالهم زوين، محمرين على حقهم وطريقهم. كما قلت لكم المهم انه الزيت ما تكونش سخونه بزاف، لانه كيمكن ليهم يتحمروا لنا من على برا بالزربه ويبقاو خضرين من الداخل. فوالا انا غادي نحيدهم دابا كاملين وغادي ندوزو للطريقه ديال تحضير لاصوص المرافقه لهاد لي تشوروز هادو. هنا في واحد الكاسرونه كندير فيها لا كريم فريش ديالي او الكريمه السائله، كنشعل عليها وكنسخنها وكنلوح داك الشوكولا ديالي، ومع التحريك كنحرك. الا كما كتشوفوا هنايا لاصوص ديالي راها باقا كلير، لانه الشكلاط باقي ما ندمش كامل مع لا كريم فريش. مع التحرك مع اللون كيبقى كيتغير، ما حدش الشوكولا كتذوب واللون ديالو ديال لاصوص كتغير. كما كتشوفوا لاصوص هاي عندي وجدات. وهنا وصلت للمرحله ديال التقديم. كما كتشوفوا حطيت التشوروز ديالي في هذا الطبق هذا، وكندير عليهم شي شويه ديال كنرشهم شي شويه ديال السكر كلاصي من الفوق، وكنقدمهم بديك لاصوص دكاناش كما كتشوفوا. ويمكن لكم دردروا عليهم حتى شويه ديال السنيده او السكر الخشن وشي شويه ديال القرفه الا كتبغيو القرفه وكتعجبكم. انا شخصيا كيعجبوني هكذا عاديين غير بلا فاني، والوليدات هما كيبغيوهم هكذا. المهم كيبقى لكم الاختيار. حبيباتي ما بقى لي غير نقول لكم بالصحه والراحه، نتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب الى عجبتكم لا فيديو، والى فيديو جديد اخر ان شاء الله بحول الله. وما تنسوش تخليوا لي دي كومونتير الى عندكم اي استفسارات. والسلام عليكم.